اهلا بيكم حضرات الساده المشاهدين في برنامج جديد، برنامجكم كلام عسل. وحشتوني جدا بجد حقيقي، انا نفسي اسمع صوتكم. رسائلكم كتير جدا بتجيلي وكلها برد عليها على صفحتي، ويعني انا رجعت لكم في موسم جديد بشكل جديد مختلف عن كل الحلقات اللي فاتت. الأول كل سنة وانتم طيبين، وبمناسبة السنة الجاية إن شاء الله الجديدة، وسنة جديدة عليكم إن شاء الله، ويا رب تبقى جديدة وسعيدة علينا كلنا. الحلقة دي متميزة جدا لأنها بتخاطب أو بتكلم كل ست. كل ست بتهتم بالتجميل وبالشعر، زي ما اتفقنا إن لازم تكون كل ست لجوزها أحلى من عروسة البحر، زي ما اتفقت معاكم ان لازم تكوني جميله جدا في بيتك وكلامك حلوه قوي، تقولي دايما كلام عسل. النهارده هنتكلم عن الشعر، حاجه جديده سمعت عنها اسمها علوم الشعر. علوم الشعر ده لما قريت وعرفت من ضيفتي يعني ايه علوم الشعر وكلمتني عن علوم الشعر، حسيت فعلا ان انا كنت جاهله جدا في موضوع علوم الشعر او الشعر. ما ينفعش استخدم اي شامبو في اي وقت، ما ينفعش اعمل صبغه في اي مكان، ما ينفعش اعمل فرد في فورمالين وفي حاجات. عرفت حاجات كتير جدا هتعرفني عليها ضيفتي اللي منوراني النهارده ومنوره قناه الصحه والجمال، الاستاذه منى الصياد، خبيره ومدربه علوم الشعر. اهلا بيكي يا استاذه منى. اهلا بحضرتك يا دكتور هاله. منورينا، منورانا ومنوره قناه الصحه والجمال. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا دكتور، منوره بحضرتك. عايزه بس اسال حضرتك يعني ايه علوم شعر؟ هو في حاجه اسمها علوم الشعر؟ طبعا نعم، في علوم شعر درسناها مع دكتور خلود الجريد في السعودية. دكتور مين؟ دكتور خلود الجريد. اهلا بيها دكتور خلود. ربنا يخليك. درسنا معاها يعني ايه علم الشعر، درسنا معاها يعني ايه تعادل البي اتش، درسنا معاها علم الشعر اللي ملوش نهاية صراحة. ودلوقتي يعني عندنا منتجات بتعادل البي اتش، زي مثلا شامبو خمسة، زي الكيميكال كهرمان، المنتجات بتاعتنا، المجموعه بتاعتنا زي ما حضرتك شايفه. طبعا ادي شامبو خمسة اللي هو بيعادل البي اتش ويتغسل بالفروه عادي، وده شامبو تسعة المنظف اللي هو 7.8، ده منظف قبل التريتمنت. طيب تمام. احنا اكيد هنتعرف على كل الحاجات الجميله اللي جابها لنا دي استاذه منى، بس من فضلك انا عايزه اسال حضرتك سؤال. هو في منتجات كتير جدا لفرد الشعر في السوق بنسمع عنها، تمام، ومضره للشعر، دكاتره الجلديه كتير قالوا عليها انها مضره للشعر والكلام ده كله. هل انتوا شركتكم او المنتجات بتاعتكم عندكم منتج يفرد شعري من غير مشاكل، من غير ما يضر شعري؟ في فعلا حاجه كده؟ انا يعني حضرتك قلت لي كده قبل ما نصور، بس فعلا في حاجه كده؟ نعم نعم يا فندم، في طبعا. طب ايه هو المنتج ده؟ ماده جيلاتين الكهرمان. طبعا جيلاتين الكهرمان. أيوة. جيلاتين الكهرمان. المنتج الاول بالعالم تريتمنت. طب ارفعيها كده من فضلك، المخرج بتاعنا الجميل. جميله، اسمه جيلاتين الكهرمان. ايوه يا فندم، جيلاتين الكهرمان ده منتج اول مره بالعالم. تمام. المنتج تريتمنت وفرد. بمعنى ان احنا ممكن خليكي رافعاها شويه برضو عشان برضو الساده المشاهدين يشوفوها ويعرفوها. انا حقيقي اصلا انا عايزه العلم اللي انت قلته لي قبل ما نصور، عايزه الساده المشاهدين كلهم يعرفوه حقيقي. انا حاسه ان انا كنت جاهله بجد لما عرفت في حاجات كتير. عرفت حاجات كتير انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه، كنت بروح اصبغ شعري في اي وقت وفي اي مكان، ولقيت طبعا الموضوع ده مش صح. الشامبو برضو كنت استخدمه من غير ما اعرف فيه ايه، وايه بنسب زياده والكلام ده كله. طيب هنتكلم عن الحاجات دي كلها ان شاء الله يا دكتور. هو انا بس هتكلم عن المنتج بتاعنا. المنتج بتاعنا مش منتج واحد زي ما حضرتك شايفه. تمام. عندنا كل حاجه هتكلم عليها ان شاء الله وهشرح لك بالظبط هي دورها ايه. طيب خلينا في المنتج الاول ده. اسمه المنتج الاول ده جيلاتين الكهرمان. جيلاتين الكهرمان المنتج الاول بالعالم تريتمنت وفرد. بمعنى كلمه تريتمنت وفرد ان احنا كخبيره طبعا عندنا في الشركه، شركه فيول دكتور، ما ينفعش تبيع، ما بتبيعوش، ما بتطلعوش لاي حد. يعني لازم يا صالون يا تكون خبيره. لان هو لازم يكون، وكمان حتى لما المنتج نطلعه للخبيره او الصالون لازم نروح ندربه. يعني احنا كمدربات شركه
انا من ضمن المدربات اللي في الشركه ما شاء الله حوالي 80 او 100 مدربه. بنروح ندرب الصالون او الخبيره اللي هي بتشتغل من خلال نفسها قبل ما تستخدمه للاشخاص، قبل ما تستخدمه بالظبط، طريقه تدربيه على طريقه التعامل ازاي بالظبط، اعرفها ازاي المنتج بتاعنا بنطبقه بطريقه بروفيشنال. تمام، ان هو اساسا منتج بروفيشنال فلازم يتطبق بطريقه بروفيشنال. طيب بتعرفيها مكوناته، بتعرفيها بالظبط، بعرفها مكوناته وبعرفها كل حاجه، بعرف تطبيقه، هي عارفه مكوناته من قبل لان هي اشترته، على ان هي عارفه مكوناته ايه ومصنوع من ايه. طبعا منتج الكهرمان مصنوع من عصارة شجر الكهرمان. احنا اول مرة نسمع عن شجر الكهرمان ده حقيقي. فهو المنتج تريتمنت وفرد كخبيرة بقى ومعها علم وكده، وطبعا واخدة معانا دورات، او حتى لو مش واخدة مع دكتور خلود دورات احنا بنروح ندربها كدو مننا يعني. دكتور خلود طبعا منع ان احنا نروح ندربها عشان ما يبقاش في عبء عليها ان احنا ندربها بدون اي شيء. بس كده. طب بس حلو قوي ان انتوا مش بتبيعوا بس المنتج، انتوا بتدربوا اللي بياخد المنتج او الصالون او من غير اي مقابل. حلو قوي ده، يعني فعلا فكر حلو طبعا، عشان على الاقل تعرفوه العلم، يعني ايه علم الشعر او علوم الشعر. بالظبط بالظبط. فدكتور خلود دايما بتطلعنا كل واحده مثلا في مكان، طبعا بجميع المملكه كلها، ايه في انحاء المملكه ان كان بقى شرقيه او غيره او غيره او رياض، كل خبيره في مكان هي ماسكاه، فاهماني؟ هي مثلا ماسكه مجموعه الصالونات مثلا، بتروح بيجي الصالون تروح تدربه على المنتج علشان خاطر يشوف ازاي المنتج بيتدرب بطريقه بروفيشنال، لان هو منتج بروفيشنال. بمعنى هنستاذنك معانا مداخله. الو. الو. ايوه دكتور خلود، دكتور خلود الجريد، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتور. دكتور خلود الجريد، خبير التجميل عالميه وصاحبه منتجات عالميه، اهلا بيكي يا دكتور، اتفضلي. شرفتي دكتوره، شرف لي ان يكون موجود الكهرمان معاكم اليوم قناه الصحه والجمال. لسه كنا بنتكلم عليه حقيقي وعلى حضرتك دلوقتي، وبنقول ان انت بتدربي الناس اللي هم بياخدوا منك المنتج، فدي حاجه جميله يعني ان انت حضرتك بتهتمي بالموضوع ده. دكتور خلود، حضرتك خبيره من سنين وسمعنا عنك كتير قوي، حصلتي على عده شهادات، من ضمنها خدتي شهاده دكتوراه فخريه من البرازيل، وخدتي دكتوراه من ايطاليا بالدوائر اللونيه. عايزين نعرف بس، تكلمين عن المنتج ده، ايه هو موضوع الكهرمان ده؟ احنا اول مره نسمع عنه، واول مره اسمع عن علوم الشعر، يعني الحاجات الجميله دي ممكن حضرتك تكلمينا عنها؟ طيب يا قلبي، اول شيء كل بنت تتمنى انها تفرد شعرها، ما تعرف معنى كثره الشعره هذه مالت الجسور. بالزمانات كنا نستخدم شيء اسمه فورمالين، وكانت دائما الدكاتره، اكيد تسمعين دكتوره، انه يقولون ابتعدوا عن شيء اسمه بروتين كرياتين. هم ما يقصدون البروتين والكرياتين بحد ذاته، لان هذا مسمى تجاري للفرد، لان البروتين والكرياتين احنا ننولد فيه موجود بشعرنا، نفقده من سوء استخدام للشعر، المواد، الصبغات، الساحب، نفقده من حتى الرجيم، او نفقده من نوع شامبو نستخدمه، فاحنا نعوضه بالماسكات، لان حساسه الشعره من تطلع بالخارج الفروه، طاست الفروه فاعتبرت ان شعره ميته، فاحنا نعوضها بهذه الماسكات الطبيعيه اللي تكون بروتين وكرياتين خام. طب حلو قوي. فكره الجيلاتين، فكره الجيلاتين هي، هم طبعا الدكاتره هنا يتكلمون بالفرد القديم عن الماده المحفزه اللي تكسر جسور وروابط الشعره الكبريتيه، اللي نشتغل فيها بالسحب، نشتغل فيها بالفرد. فكرة جيلاتين الكهرمان أو العنب، سبري العنب اللي إن شاء الله رح ينزل، والحليب بول صويا، فكرتهم من ماي شجر الكهرمان أو من حليب نباتي اللي هو يعتبر دي شهادة. دي شهادات حضرتك بقى، دي شهادات حضرتك اللي على الهوا؟ ايوه حبيبتي. اه ما شاء الله ما شاء الله، انا هتكون موجوده معاكم بالقناه، وقبلها صورتك ده انت اموره، ده انت جميله كمان يا دكتور حبيبتي. يعني جمال شكل وصوت وخبره وعلم. شكرا من ذوقك. اتفضلي. ايوه، فاحنا هني بالجيلاتين احنا نشتغل على تليين الجسور، والخبيره تجهز الشعر، يعني في استبيان
تجهز الشعر وتشتغل بمواد عضويه وهي مرتاحه، بعد كده تقدر تسحب، تقدر تسبق على اساس ان جسورها تكون موجوده وتكون صحيه. هذه فكرتها حبيبتي. طب حلو قوي. كمان يا دكتور انا سمعت ان حضرتك اول واحده بالعالم ربطتي بين البي اتش وشكل الشعر والاصباغ والعلاج، ممكن تكلمينا على الموضوع البي اتش ده وتفهمينا؟ لان حقيقي أيوة. انا لما سمعت الموضوع ده استغربت حقيقي. ايوه، اليوم احنا ثروتنا البي اتش الصحيه تكون 5 أو 5.5 يعني في الدكاتره نقدر نستخدم. دائما دكتور الجلديه يقول لك استخدمي بي اتش 5 لفروتك كفروه صحيه، ولازم بعد يكون ما في سلفات، ما في برابين، ما في سيليكون، وهذه الاشياء تكون مضره للجسم والفروه وداخل الجسم بعد. طيب اليوم ثروتنا لما تكون 5 معناته ما في قشره، ما في دهون، ما في تساقط. فانا حاطت لك العلاج انه يكون على البي اتش، عادل البي اتش عندك. فاليوم الشعره لازم تكون 3.8 بل فنها ليه؟ لان هي اساسا هي بيئتها 3.8. فانا لما هي استخدم بلسن 3 فانا حافظت على الترطيب لشعري. لما هي استخدم بي اتش 2 او 1 كترطيب عالي فانا بعد عد البي اتش 3 بالشعره، لان ما احب داير 3 بنفس الوقت برد، لان في بين الثلاثه وبين اذا كان شعرها جاف واصل 8 يعني بين كم ترقيم. لو نقول بين الثمانية والسبعة في 10 خطوط افتراضيا، كل خط في 10 أو تقول 100 بالافتراضي كثير، فعشان كذي يبي له استمرارية. فاليوم إذا عدلنا البي اتش الصحي للشعر ما صار عندي دهون ولا صار عندي تكسر بالشعر وجفاف، وإذا عادلت البي اتش بالفروة ما صار عندي تساقط ولا دهون ولا قشرة. ده حلو قوي، حلو قوي الكلام ده، فعلا علم يعني، ده حقيقي علم واحنا عايزين نتعلمه. يعني انا دلوقتي بامل ان انا اجي لحضرتك تدربيني وتعرفيني العلم ده كله. يا حقيقي يا قلبي، هذا من قليل علم الدكتوره هاله، ما شاء الله عليك. اشكرك. دكتور خلود، يعني انا سمعت كمان انتوا عندكم مسابقه عاملاها منظمها ايطاليا، ممكن حضرتك تكلمينا عن المسابقه دي؟ افندم. اي نعم، المسابقه هذه هي مسابقة عالمية يشتركون فيها كل دول العالم، طبعا الكهرمان موجود في كل الدول الحمد لله. المسابقة هذه ان يكون الخبير او الخبيرة اللي يشترك راح يرسلوا له دروس تخص حياة الشعرة والفروة، لان اكيد تعرفين دكتورة ان احنا مو دايركت نروح نفرد الشعر وننسى مفهوم الفروة عشان البنت ما تدش بتساقط، ننسى مفهوم الفروة عشان ما تدش بدهون او قشرة. احنا لازم نعطي حق كل خبير وخبيره انه يعالجون الفروه والشعر قبل ما يفردونه. بالزمانات لما كانوا يفردون الفورمالين انت تدرين انه مع الحراره يعطي غاز يسبب امراض سرطانيه، فعلا التلف اللي يسويه بالشعر مش مشكله عندي بالتلف بعالجه، لكن الامراض السرطانيه اللي تشتغل واللي موجود بنفس المكان. وهذه الحمد لله الصحات العالميه كلها وقفوها ومو موجوده، لكن فكرة الجيلاتين لأن يلين جسور ما يكسر والصحة تكون موجودة، ففكرنا أن نخلي كل خبير وخبيرة يدرسون منهج صح، منهج علاجي يكون متخصص من ضمن مسابقة، راح ياخذ المنتج وياخذ الدروس يطبق وينزل بقنوات، وفيها دكتور مسؤول عن الطاقة بألمانيا، وفيها حكمة دوليين وحكمة عالميين أوروبيين وخليجيين، على أساس يشوفون أكثر أول ثلاث فايزين ولهم جوائز كبيرة بعد. واللي يفوز رح ياخذ شهادة مدرب مدربين، واللي ما يفوز بعد رح ياخذ شهادة، لأن الكل عندي مبدع والكل عندي مجتهد، ويشرفني إني أعلن المسابقة بقناتكم دكتورة. حلوة قوي، حلوة قوي، ده أنا روح حضرتك جميلة طبعا، إن الكل عند حضرتك مبدع. أنا اعتبريني بقى أنا واحدة من المتسابقين دول، وأنا معاكم في المسابقة دي إن شاء الله. يشرفني دكتورة، يشرفني. كمان من فضلك عايزة أعرف موضوع صالون أونلاين. أنا عرفت إن أنتوا لما يعني موضوع الكورونا والكلام ده كله بتقدموا أيوة. استشارات مجانية عملتوا ليكوا. نعم اتفضلي. أيوة احنا طبعا انت عارفه دكتوره ان لما جت وضع كورونا الخبير والخبيره الصناعيه يعني الايد بتاعتهم هي اللي بتشتغل، وزبونتها بالبيت مش عارفه تعرف شو تعمل ثروتها وشعرها،
فاحنا محتاجين ان استشارات. فعملنا بالصالون اونلاين تبع اكاديميه بالبرازيل وصالون اونلاين تبع اكاديميه بايطاليا معتمدين، واعطيناهم شهايد ونزلنا الاتصالات بحيث تتصل ونعلم شلون تستخدم المنتج ونوعيه شعرها وفروتها ويكون معاها اونلاين. فاشتغلنا عليها وفي الى الان خبيرات يشتغلون اونلاين كل دول العالم اتصال وتقول لهم شلون تستخدم. فيها استشارات مجانيه وفيها طبعا بعضها تكون استشارات مجانيه. احنا بنشكرك طبعا على الجهد المبذول الجميل وعلى العلم الحلو اللي قلته لنا ده، وقلت لنا جزء منه ان شاء الله ضروري هنتعلم من حضرتك اونلاين بقى ولا اي حاجه. بنشكرك دكتور خلود، ونتمنى ان شاء الله ان انت تزورينا في مصر هنا وتدربينا بقى على العلم بتاع حضرتك. شكرا دكتور خلود. معلش بقى يا استاذه منى اتاخرنا عليكي شويه، بس دكتور خلود حقيقي قالت لنا كلام حلو قوي. دكتور خلود يعني ما شاء الله علينا العلم كله بصراحه. بجد لا احنا انا حاسه ان انا كنت اعرف حاجات كتير قوي عن الشعر. والله يا دكتور انا درست كتير قوي، يعني عايزه اقول لك درست يعني حياتي كلها كورسات ودراسه يعني. بس انا خدت مع دكتور خلود حاجات لا ما خدتهاش، خدت علم الشعر وكل حاجه، بس الدراسه مع دكتور خلود مختلفه جدا بصراحه. حاجات حقيقيه ما كناش نعرف عنها كتير، علم ملوش نهايه. وكمان المنتجات بتاعتها يعني مش تعايا صدقيني، قبل ما يكون حقيقه ومن قلبي انا وقفت كخبيره بقى مش كمدربه، ان انا وقفت واشتغلت بالمنتجات ديت بايديا. لا صحتي اهم من اي حاجه في الدنيا. ده حقيقة، لأن طبعا أنا عايزة أقول في ناس كتير قوي بتشتغل بمنتجات وكلها كذب وكلها غش، يعني أهم حاجة في المنتج يكون في صدق فيه بالزبط. المكونات بتاعته المكتوبة بالنسب بتاعتها تكون فيها صدق، يكون فيها خوف على المستخدم. مش أي شامبو مثلا أجيبه عشان رخيص، أو أي تيشيرت أجيبه عشان رخيص. لا يا جماعة، مهم قوي أن أنا أجيب الحاجة اللي تنفع صحتي، اللي تحافظ على صحتي، اللي ما تأذينيش، لأن الصحة دي أغلى من أي حاجة. تقدري تقدم لنا بقى بعض الحاجات دي؟ اتفضلي. طبعا انا كنت بتكلم بقول لحضرتك ان جيلاتين الكهرمان ينفع كخبيره، وطبعا احنا اللي بندربها الاول، حتى لو هي في حتى الدول اللي هي مثلا زي ايطاليا زي اوروبا زي المنتجات الدول سوري اللي هي بتاخد الوكاله زي الامارات دبي كل ده واخدين الوكاله مننا. تمام كويس قوي. سوري معلش ايه تاني المنتجات عايزه اقول لك يعني الوكاله كلهم اللي واخدين المنتج احنا بندربهم اونلاين كمان. جميل. يعني احنا بندربهم اونلاين مثلا وبنتكلم اونلاين وبندربهم اونلاين. جميل قوي، علشان برضو يبقوا هم يعرفوا يطبقوا المنتج بطريقه بروفيشنال. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا المنتج بتاعنا تقدري كخبيره تستخدميه فرد وتقدري تستخدميه كتريتمنت. يعني لو عايزين مثلا المده تطول شويه نستخدم اللي هي السيراميك بعد الاستشوار. تمام. نقدر بقى ان احنا مثلا الناس اللي بتحب شعرها اصلا ويفي وعايزاه يكون بس يتعالج بس الهيشان والتقصف والجفاف والحاجات دي، ممكن نستخدمه كايه الخبيره تستخدمه كاستشوار فقط بدون سيراميك. مع حضرتك دلوقتي منتج السيراميك؟ لا السيراميك اللي هي المكوى زي ما عندنا بنقول. يعني المكوى. حتى اتكلم بالدول يعني شويه المكوى تستخدمي المكوى معاه بالظبط كده لو عايزين. طيب. مثلا الفتره تطول شويه. تمام. لكن هو لو طبقناه بالطريقه اللي هي الاستشوار برده كذلك هيكون بطريقه ما شاء الله هيكون شعرها صحيه جدا جدا للناس اللي هي عايزه شعرها ويفي بس شكله صحي. المده تقريبا قد ايه؟ يعني 6 شهور. 6 شهور بالظبط. حلو. بدون اي ضرر للشعر، بدون اي اثار جانبيه. 6 شهور بقى يا دكتور. وانا هقول لك على حاجه بقى يعني مهمه جدا، مش بس 6 شهور ويطلع من الشعر والشعر يرجع، لا الشعر بالعكس بيسيب نسبة تحسن هايلة. حلوة قوي. بيسيب نسبة تحسن هايلة عن تجربة شخصية يعني. جربتيه؟ انا وبناتي وكده. فالشعر طالع جديد تحسيه اصلا ان هو صحي جدا جدا، مفيش تقصيفة، مفيش هيشان، مفيش بقى شعرية تقطيمة في الشعراية. اي صحية جدا جدا. طب هو ده المنتج الاول في العالم او الوحيد في العالم اللي هو بيفرد الشعر بدون اضرار بدون ضرر فعلا حقيقي؟ بالظبط ده حقيقي، لانه طبيعي وعضوي. لانه طبيعي وعضوي وبيدخل جوه عنق الشعراية. حضرتك مش بيغلف من الخارج مثلا. لا بيدخل جوه عنق الشعراية يغذيها. يغذيها.
طيب في تجهيزات يعني لو انا مثلا عايزه اروح اعمل فرد، في تجهيزات او خطوات بعملها قبل ما اجي لحضرتك عشان تعملي لي فرد بالكهرمان؟ في تجهيزات قبل وفي حاجات بعد؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا يا دكتور. اول حاجه مثلا التجهيزات اللي قبل، لو الشعر طبيعي مثلا وبس هي شويه كانت بتستخدم مثلا الحاجات اللي هي بقى فيها املاح وصوديوم زي ما الدكتور قالت والحاجات دي، يفضل يعني مش لازم بس يفضل ان احنا نعمل لها جلسه كيميكال كهرمان عشان بقى نشيل اي مواد كيماويه داخل الشعر. يفضل يعني. اما بقى لو مثلا، طبعا انت عارفه في ناس دايما بتبقى متسرعه شويه، لا انا عايزه اعمل على طول مثلا، عايزه امشي انا مسافره انا كده، ممكن نطبق لها عادي ما فيش اي مشكله، بس احنا بنقول يفضل يعني. فطبعا بنغسل الشعر بشامبو 9 ونشتغل. طيب هل حضرتك ممكن تعرفينا بقى على مجموعه الكهرمان دي كلها، وتعرفينا ايه المكونات، ايه الفوائد؟ هل هي كمان تنفع للشعر المصبوغ؟ يعني لو عايزه افرد شعري ومصبوغ، انا مثلا بعمل سشوار كتير، بعمل مكوى كتير، هل هي تضر شعري؟ لا مفيش حاجه فيهم بتضر الشعر، بالعكس افاده جامده جدا. حاضر. للشعر بيقولوا لك علي الصوت. طيب. شويه بعد اذنك. افاده جدا جدا للشعر. مفيش اي حاجه فيهم ضرر نهائي. اول حاجه لو الشعر مصبوغ لازم نستخدم على الاقل يعني اقل حاجه جلسه كيميكال كهرمان عشان نشيل المواد الكيماويه ونعدل البي اتش. دي التجهيزات اللي احنا نجهزها مثلا للعميله قبل ما نستخدم لها جيلاتين الكهرمان. طيب احنا برضو ما حضرتك تخلصي هنعرف يعني ايه كيميكال كهرمان. اوكي نستخدم كيميكال كهرمان لو الشعر مصبوغ. طيب ماشي، لو هي جايه ومثلا ومفيش صبغه وعايزه تعمل صبغه وكهرمان في نفس اليوم، لا احنا مش لازم تصبغ، وعلى الاقل خالص تقعد 15 يوم على ما تعمل الكهرمان، وبرده لازم نعمل جلسه كيميكال قبل الكهرمان عشان نشيل برده المواد الكيماويه اللي في الصبغه اللي دخلت الشعر. كويس قوي ان انتوا بتعملوا، يعني انتوا امنه، يعني بتعملوا الاول الصبغه وبعد كده تقول لها تعالي كمان 15 يوم نعمل لك جلسه 15 يوم يا بعدها ب 15 يوم، حتى لو عملت الصبغه بعد برده يعني اقل حاجه تنطر 15 يوم. كويس قوي. معانا استاذنك معانا هشام من دمياط. اهلا بيك يا هشام. الله يسلم عمرك يا باشا. اهلا بيك، ازيك؟ الله يسلم عمرك يا باشا. اتفضل. حضرتك عند بنتي شعرها من قدام دايما بيقصف، وطبعا الحته دي طبعا حضرتك يعني تبقى فاضيه جدا. فعلاج ما فيش، كريم ما فيش، مش عارف يعني. فحضرتك شفت المنتج ده نظامه ايه؟ هنستأذنك، عندها كام سنه بقى يا هشام؟ عندها 12 سنة. 12 سنة. طيب هي طبعا شكرا. ومنى استاذة منى هترد على حضرتك. في تقصيف بيقول لك بنته عندها 12 سنة وفي تقصيف جامد في شعرها قدام، وعمل حاجات كتير مش فيش نتيجة. ما هي بص هقول لك على حاجة، الحاجات دي محدش عارف بقى هي ايه الحاجات اللي بنستخدمها، زي ما الدكتورة قالت ان احنا الشامبو بيبقى فيه برضه في حاجات كتير، فالشامبو اللي بتستخدمه ممكن يكون مثلا سوء استخدام في البيت، مثلا شامبوهات مثلا فيها برابين، فيها صوديوم، فيها املاح كده. الحاجات ديت يعني بتبقى شويه يبعد عنها، يعني نفضل ان الحاجات اللي هي يعني خاليه يعني من الحاجات دي يفضل احسن. معانا مكالمه تاني. جيجي محسن من المهندسين. اهلا يا جيجي. اهلا دكتوره منى، مساء الخير. ممكن تعلي صوتك شويه؟ الو دكتور هالة، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا جيجي، ازاي صوتك حلو يا جيجي برضو. انا كنت عايزه اتكلم عن تجربتي مع استاذه منى. ازيك يا استاذه منى؟ اهلا وسهلا يا جيجي، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيكم، منورين الشاشه. نورك يا قلبي. كنت عايزه اتكلم على فعلا تجربتي مع الكهرمان مع استاذه منى. انا كنت عاملاه من 5 شهور او من 6 شهور تقريبا، ولحد دلوقتي فعلا ممتاز وهايل في شعري، ومخلي فعلا شعري حلو جدا ومغير شكل الشعر، لاني انا جربت منتجات كتيره قوي وحاجات جدا كتيره لشعري، لان شعري من الصبغه كان بايظ. ففعلا الكهرمان حلو جدا وانصح اي حد بيه، وتجربته غير اي منتج شعر الفرد بتاع الشعر خالص، والشعر شكله طبيعي وجميل فعلا. بس حقيقي فعلا يا جيجي يعني فعلا ما بيسيبش، ملوش اي اثار جانبيه زي الحاجات التانية اللي احنا كنا بنستخدمها زمان بتاعت الفرد، شعر يقع، شعر ما اعرفش يجرى له ايه، كل الكلام ده ما حصلش معاكي انت. انا سامعاكي بتقولي من 6 شهور مستخدماه، حقيقي فعلا الكلام ده وعملتيه مع الاستاذه منى بالتحديد؟
مع استاذه منى اللي هي اللي عاملاه لي، ولا هو حلو جدا. انا جربت حاجات كتير قوي لشعري، لا من تقصيف من الصبغه وكان بايظ وكان في تساقط، لا هو منع الحمد لله كل دوا، وخلى شكل الشعرايه صحيه جدا وشعرها وشكلها حلو جدا. انا يعني تبقي فرحانه بشكل شعرك، وفعلا رجع شعري الحيويه بتاعت شعري وغير اي منتج انا جربته فعلا. ده حلو قوي الكلام اللي بتقوليه ده. انا وانا خارجه بقى هاخد هشتري من منى انا برطمان انصح حضرتك واعمل تاخدي كل ده دلوقتي منها. لا شكرا، متشكره يا جيجي، شكرا. شكرا ليك يا جيجي. معانا تليفون تاني، الحق التليفونات بقى ما شاء الله. اهلا ام مالك، ازيك؟ منين ام مالك؟ ام مالك سامعاني؟ شكرا، ما ترجع لنا بقى. شفتي بقى الناس اللي يعني حقيقي الكلام ده حلو. انا بجد يعني سعيده قوي ان انا بسمع ان في مصداقيه. يعني انا يهمني في اي بروجكت، في اي منتج، ان يكون في مصداقيه، الناس تقول كلام ويطلع الكلام. مش عايزين بقى نقول كلام اعلانات والناس بتقول كلام ما اعرفش ايه ويطلع نيجي نجربه شعرنا يقع والدنيا تبوظ. بجد ببقى متضايقه قوي وزعلانه، لكن انا لما سمعت جيجي حسيت ان كلامك فعلا يا منى حقيقي. يعني والله يا دكتور بصراحه يعني انا قلت لك انا تجربه شخصيه، جربنا المنتج رائع جدا جدا. الشعر الجديد اللي طالع، استاذنك تعللهم الصوت شويه. طيب الشعر اللي طالع جديد تحسيه اصلا صحي جدا حيوي، يعني تحسي اصلا انت يعني لو انت بقى بتحبي الشعر ليس او تفردي تاني، يعني انت تقدري اصلا تستخدميه ممكن مرتين في السنه او ثلاثه على حسب راحتك انت يعني. والله ما دام ما بيضرش نستخدمه. هو المنتج رائع بصراحه. طب كمل لنا بعد اذنك كملك. انا قلت لك دور الكهرمان ان احنا نقدر نستخدمه كتريتمنت وكفرد. حلو قوي. تمام. هكلمك بقى هنا عن حاجه تانية اللي هو رموف الحنه. كان زمان مثلا ممكن نستاذنك ترفعه لنا كده عشان نشوفه. الساده المشاهدين لازم يعرفوا الحاجات الحلوه دي. بجد انا مبسوطه قوي ان انا بلاقي فيه مصداقيه. نزليه شويه كده تحت. ايوه كده. وخدمه ما بعد البيع دي اللي بيعملوها جميله، موضوع التدريب. يعني انا مش اشتريت حاجه ومشيت ابص الاقيهم اتصلوا بيا يقولوا تعالي ما ندربك اونلاين. يعني ايه الجمال ده وايه المصداقيه وايه الناس الصادقه دي؟ يعني بجد حاجه جميله. يعني كمان عندنا يا دكتور عندنا كمان موقع الخبرات على السوشيال ميديا. موقع الخبيرات ده اساسا ما شاء الله تقدري ان انت تبحثي في اي دول العالم وتجيبي الخبيره اللي هي تطبق لك الكهرمان او اي منتجات الشركه بتاعتنا. طبعا باشراف استاذه امل عوده. هي اللي ماسكه الموقع. اسمه الخبيرات، موقع الخبيرات. تقدري تعملي سيرش وفي كل دول العالم هتلاقي خبيره بتستخدم المنتجات بتاعت شركه فيو. طب احنا عايزين نشوف ارقام يا جماعه، عايزين نشوف الارقام بتاعتكم على يعني كلها. يعني انا عايزه اشوفها يعني على مستوى العالم كله، فيا ريت تحطوها لنا كده الارقام كلها عشان الساده المشاهدين. تمام، حلوه قوي، تسلموا. انا عايزه كده فعلا عشان كل الساده المشاهدين. حقيقي انا سعيده زي ما قلت لكم ان في مصداقيه، ومش عايزه احرم الساده المشاهدين من الاهتمام بالشعر او يقروا في علم الشعر او علوم الشعر. برضو هتكمل لنا منى. كان زمان لما استاذنك ثواني استاذه هناء. هناء محمد بن شبرا، اهلا بيكي هناء. الو، اهلا بيكي، اتفضلي. مساء الخير على حضرتك يا استاذه هاله. مساء النور. مساء الخير على حضرتك يا دكتوره منى. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. انا حابه اتكلم طبعا عن فكره الاهتمام بالشعر وبدايتي طبعا كتجربه سيئه جدا من احدى الاماكن اللي دمرت لي شعري. ويعني بالصدفه من طبعا سنين كتير يعني تعرفت على دكتوره منى. وكان طبعا من حسن حظي انها بجد قد ايه بتهتم وبتراعي الشعرايه. يعني قبل كده قالت لي كلمه حلوه جدا، بتقول لي انت ازاي بتلفي الشعر جامد كده، ازاي بتقدري تخنقيه بالمنظر ده. قلت لها حتى خايفه على الشعرايه نفسها، فهي قد ايه عندها فكره الاهتمام ودايما تطور من نفسها وتزيد من خبرتها. انا طبعا لما رحت لها طلبت
طلبت منها انها طبعا تشوف شعري وشافت طبعا التدمير اللي حصل له، وقد ايه يعني دكتورة منى او بجد اللي عندهم خبرة قوية جدا في الشعر، وطول ما الخبراء بيعرفوا اكتر في الشعر والعناية بيه قد ايه ما يفرقش اي حاجة عن اهتمامه باي عضو تاني في الجسم. يعني دايما الشعر هو تاج المرأة زي ما بيتقال. وقد ايه انا لما رحت الاستاذة منى ضافت لي كتير من معلوماتها وخبرتها، وقد ايه حسيت انها عايزة تطور من نفسها دايما وتعرف الجديد، وقد ايه طبعا الحمد لله العيلة كلها بقت عندها من سنين، من حوالي 6 أو 7 سنين. فطبعا انا ما اقدرش استغنى طبعا عن وجودها واهتمامها ودايما رعايتها وسؤالها واستخدمي كذا ودايما حطي حاجات طبيعية، لحد ما توصلت لمنتج من المنتجات الهائلة جدا قالت لي تعالي جربيه، واللي هو منتج الكهرمان. طبعا انا سألتها بحكم فضولي عن اي حاجة هي بتعرفها وكده. حتى المنتجات اللي فاتت اللي بدأت معايا بيها كانت هائلة جدا. الحمد لله مفيش تساقط. قد ايه الشعرية حيوية ومتغذية وبتلمع. طب استخدمتيه من امتى؟ يعني انتي بتقولي مفيش تساقط، بقالك قد ايه مستخدماه؟ انا حوالي بقالي شهر ونص مثلا او شهرين. قد ايه انا اتبسطت ان انا حاسة ان الجذور اللي الناس كلها بتقول ده فرد وبيقعد فترة ويخلص وينتهي، لا بجد قد ايه هو من المنتجات الطبيعية. يعني انا يعني مفيش تساقط خالص، مفيش قشر، مفيش الشعر مشقق او مقصف، مفيش اي اثار جانبية ليه شفتيها لقيتيها بعدين؟ لا بصراحة هو أنا لحد دلوقتي ما لقيتش الحمد لله أي آثار جانبية. أنا دايما يعني الحمد لله إن دكتورة منى بتراعي ربنا جدا جدا في طريقتها في التعامل مع الشعر. قد إيه بتبقى حريصة طول الوقت إنها تغذي الشعر بمنتجات طبيعية، دايما مفيش فورمالين، تقول لي ما تقفيش عليه جامد الشعر، بتدي نصايح طول الوقت. المنتج بصراحه هايل بشكل مش طبيعي. انا نفسي كنت يائسه ان شعري يفضل طبيعي تاني او يرجع تاني زي ما رجع الحمد لله على ايديها، ودايما مكمله مع حضرتك الدكتوره منى بجد. شكرا يا آلاء. احنا بنشكرك يا آلاء جدا، وبجد حقيقي انا سعيده بالمنتج ده. بجد حقيقي انا مبسوطه من الناس اللي بتتكلم دي، ان في مصداقيه في الموضوع. معانا محمد منين؟ من طنطا. اهلا بيك يا محمد، اتفضل. مرحبا، الله يخليك. حضرتك ممكن اكلم الدكتوره منى؟ بس في تساقط في الشعر. تساقط عند حضرتك؟ اه. عندك كام سنه يا محمد؟ 35. في حاجة وراثية؟ يعني والدك في صلع وراثي، والدتك، أي حد في عنده حاجة وراثية؟ والدي عنده صلع. يبقى هو أكيد ده وراثي يا محمد، لازم يحلل. طيب ما فيش علاج ولا أي شيء يعني؟ هشكرك ودكتور منى هترد عليك. حاضر، اتفضلي. يفضل ان هو يحلل، يعمل تحاليل الاول ويشوف، لان التساقط ليه كتير اسباب. اسباب مرضيه، اسباب نقص فيتامين معين في الجسم، لازم وراثيه. بالظبط، وراثيه. فلازم يحلل ويشوف الخلل في ايه ويعالجه ان شاء الله. تكملي لنا بقى بعد اذنك بقيه المنتجات، اتفضلي. ان شاء الله. بصي يا دكتور، كان زمان مثلا لما يكون الشعر مثلا فيه حنه وعايزه تظبط نقول لا، شعرك في حنه روحي، مش هنطبق لك، او مش لان الشعر لو اتعاملنا معاه هو في حنه مثلا وصبغنا او سحبنا لون، الشعر هيهلك وهيتعب. دلوقتي في حاجه اسمها ريموف الحنه بيشيل الحنه. ممكن مثلا من جلستين بس، ممكن بين الجلسه والجلسه 3 أيام 4 أيام على حسب يعني. لو مستعجله يعني او عايزه تعمل تفرد كهرمان سريعا عادي، ممكن ما بين الجلسه والجلسه 3 4 أيام. بس في حاجه اسمها الاول لدم في حنه، يبقى في حاجه الاول قبل
رموف الحنة، قبل رموف الحنة نعمل أول جلسة كيميكال. كيميكال ده اللي أنا كنت عايزة أسألك بقى، إيه هو كيميكال كنترول ده؟ الكيميكال كهرمان، كيميكال كهرمان بيشيل المواد الكيماوية تمام، ويعدل البي اتش، ويعادل البي اتش. نزلي ايدك تحت شويه ونستاذنك بقى يا كيلاني من فضلك، عايزين نشوف نوري الساده المشاهدين الحاجات الحلوه دي. على بالمناسبه انا نفسي تعرضت لموضوع الحنه ده وشعري اتبهدل، يعني كنت عامله حنه ورحت عشان اسحبها واحط صبغه جديده، انا عايزه اقول لك شعري اتبهدل وباظ وبجد اتبهدلت. فده كده انت عايزه تفهميني ان انا ممكن اسحب الحنه من غير اي اثار جانبيه، من غير اي بهدله للشعرايه، من غير الكلام من غير اي حاجه والله خالص. وغير كده كمان ان رموف الحنه لما نحطه على الشعر ونسيبه للوقت بتاعه ونيجي نغسل الشعر بعدها، بتحسي اصلا شعرايه فيها ترطيب، مفيش بقى الجفاف والشد والجو ده خالص. الشعرايه بتبقى فيها نسبه ترطيب عاليه جدا. حلو قوي. فدلوقتي ان احنا نقدر بقى ان احنا دلوقتي الحمد لله نقدر ان احنا نشيل الحنه ونستخدم ده الاول، وبعد كده ريموف الحنه بعديه. بالظبط. وبعد كده الأول. اسبغ بعد قد ايه؟ عادي ممكن نعمل مثلا جلستين لو الحنه مثلا قويه او ان هي مثلا معموله من قريب، ممكن جلستين وبعدها نصبغ بقى. عندنا منتجات تانية ده حلو قوي برده من كلوت كلر. طيب خلينا بقى هنرجع للمنتجات دي تمام. بس الاول هنسمع اسماء. ايوه يا اسماء، اسماء منين؟ ازاي؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. برضو صوتك حلو يا اسماء قوي. ماشي. السلام عليكم، اسماء فتحي كفر الشيخ، ميك اب ارتست خبيره شعر. معاكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اختي منى. اخت منى. اهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا اسماء. عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام يا روحي. يا رب دايما. انا مبسوطه بيكي جدا، مبسوطه بشغلك حبيبتي. جربتي اللي انا بحبها جدا جدا اسماء؟ جربتي المنتجات بتاعتنا اللي بنعرضها دلوقتي دي، بتاعت منى وبتاعت دكتور خلود؟ بصي، هو انا طبعا ميك اب ارتست اسماء فتحي تمام، خبيره شعر وكل حاجه تمام. لسه ما تقابلناش، منى طبعا سافره بره بقالها فتره وانا طبعا في مصر تمام، وان شاء الله اتمنى ان انا اجربها وتطلع كويسه، واكيد هرد عليكم واقول لكم هي فيها ايه. ضروري تجربي وتقولي لنا يا اسماء، واحنا شاكرين ليكي قوي. بجرب شركه سويتي. نعم. بجرب منتجات شركه سويتي. خلاص اوكي. شكرا يا اسماء، متشكره جدا ليكي، وان شاء الله ما تجربي تبقي تتصلي بينا وتقولي لنا عملتي ايه، مع ان انا واثقه ان انت هتقولي ان المنتجات جميله. طبعا. اتفضلي ان شاء الله. نكمل يا دكتور. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على رموف الحنه والكيميكال، نفضل ان احنا نعمل جلسه كيميكال قبليه عشان نشيل المواد الكيماويه، ان كانت من الشامبوهات، ان كانت من التعامل مع الشعر بقى، الحاجات اللي هي التجاريه تمام. في حاجة تانية عندي اللي هو البلسم، اللي هو البلسم رقم 3. البلسم يعني مثلا احنا وشامبو 5 دول كده نقدر نديهم للعميلة في البيت. انا عايزة اسأل ايه منزلي. هو شامبو 5 وايه دوره؟ دور شامبو 5 ان دي عناية منزلية. نديها للعميلة في البيت، تقدر تستخدم الشامبو وتستخدم البلسم، لان الشامبو منظف وكمان بيعادل بيظبط الفروه جدا. تقدر تستخدميه كمان ان هو يجي على الفروه عادي، لان هو بيعادل البي اتش تمام. ودور البلسم ان هو بيقفل الحرفيه الشعرايه، بيسكر قشور الشعرايه نفسها. هي دكتور خلود كلمتنا عن موضوع الفرق بين الدرجه والدرجه في المكالمه. بالظبط. وعرفنا طبعا منها الحاجات دي تمام. ولكن هل كل الشعر، انواع الشعر ينفع لها شامبو 5 ونفس البلسم؟ اقدر اقول لحضرتك ان المجموعه دي مش لازم اللي هو يكون عامل كهرمان ان هو يستخدمها. تقدري تستخدمي كل الحاجات دي، اللي هو الشامبو 5، البلسم، الماسك الحبيبات اللي هو من غير الكهرمان. ماسك الحبيبات ده يعني فظيع ما شاء الله، يعني ماسك الحبيبات ده للشعر. كرياتين خام. طب ارفعه لنا كده من فضلك نشوفه، عشان الساده المشاهدين انا عايزاهم يشوفوه. اوكي. حقيقي انا مبسوطه بالمنتجات ونفسي الساده المشاهدين كلهم يشوفوها. نقدر بقى نستخدم وظيفتها ايه بقى الحبيبات دي؟ ماسك الحبيبات كرياتين خام مكمل بالفيتامين ايه. حبيبات زرقاء، الحبيبات الزرقاء اللي جوه دي حبيبات فيتامين اي، مفيده جدا للشعر. مفيده جدا للشعر. حتى لو مش عامله كهرمان خالص، تقدري تاخدي الشامبو هيعدلك البي اتش. يعني لو البي اتش اصلا مفيش تعادل في البي اتش، هيعدل البي اتش زي ما الدكتوره قالت لك. الفروه 5.5 والشعر طبعا زي ما الدكتوره قالت.
فاحنا ممكن ندي دول للعميله في البيت دي كعنايه منزليه اللي هي بتطبق الكهرمان، بندهم لها تستخدمهم عنايه منزليه في البيت. طيب انا هي انا سعيد يعني عايزه اقول لك انا مبسوطه قوي بالمنتجات ومش عايزه اسيبك، بس باقي معانا 5 دقايق، عايزه اعرف انت كنت عايزه تعملي هنا ايه، وعايزه نشوف بقيه المنتجات. ديت هتكلم عن الامبولات طبعا لان ما اتكلمناش عنها. دي امبولات الكهرمان حمايه. دي امبولات دي الكهرمان. للشعر امبولات حمايه في الفروه. تمام، مغذي للشعر وللفروه، ان هو دوره في الفروه ان هو حمايه للفروه. يعني من مكوناته في فيتامينز معين، في فيتامينز معين، يعني في ايه؟ بصي يا دكتور، الامبولات دي حمايه للفروه. مثلا احنا مثلا في ناس بتبقى عندها حساسيه بتشتكي من مشاكل، حلو جدا جدا الناس اللي عندها حساسيه للشعر. بالظبط، ان احنا بنحطه، ينفع كمان احنا نستخدمه على الجلد، مفيش مشكله يعني خالص. ده للبشره وللشعر. بالظبط، حلو قوي. فهو يعني قلنا ترطيب عالي للشعر وفي نفس الوقت يعالج الفروه، يعالج الجلد. طب هل هو كورس هو مثلا من دهون يعني شجر الكهرمان؟ صناعته اساسا من دهون شجر الكهرمان. تمام. هل هو كورس مثلا يعني المريض او اللي بيجي لكم مثلا بياخد لازم ياخد علبه او لازم يمشي عليه على طول، او يعني هل ممكن استخدمه مثلا شهر او 3 شهور وبطله؟ يعالج لي مثلا شهري ويغذيه؟ بيعالج جدا جدا الناس بتشتكي كمان من مشاكل الفروه والتهابات الفروه والحاجات دي. هو معالج للفروه ومعالج للجلد. حلو قوي، لان هو زي ما قلت لك من دهون شجر الكهرمان. طبيعي. تمام. في حاجه تانية لسه ما شفناهاش حاجات الجميله دي؟ ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. بس هو زي ما قلت لك ان احنا منتجاتنا طبيعيه. تمام، وبنشتغل لازم نشتغل بطريقه بروفيشنال، لان المنتج اساسا بروفيشنال، منتج عالمي. اول مره بالعالم انت منتج فرد وصحي. تكوني انت وانت خبيره وبتشتغلي، تكون انت بتشتغلي مش خايفه على نفسك ولا خايفه على زبونتك، يعني حاجه صحيه. دكتور خلود بقى اللي بتدربكم بقى على كل الحاجات دي، وبتدرب كل الناس اللي جايه تشتري المنتج. يعني هي بتدربكم، بعدين انتوا بتبتدوا تدربوا الناس اونلاين؟ الدكتور بتدربنا على كل منتجات جديده داخل الشركه. كمان عندنا دوره في شهر 1 في جده، الدكتور نازله جده، لان طبعا الدكتور انت عارفه ان هي عايشه في الكويت وكده. هي نازله ان شاء الله في شهر 1 باذن الله، عندنا دوره كبيره معتمده من مركز معتمد. كويس قوي، اهم حاجه انها معتمده. طبعًا. لان في دورات كتير قوي بتبقى تحت السلم زي ما بيقولوا. لا لا، دورتنا معتمده. الدوره دي بيبقى الشهاده معتمده؟ معتمده، يعني الختم من اللي عليها معتمد. معتمده من مركز معتمد من السعوديه. تمام. فدكتور خلود هي حتى اي منتج جديد احنا كمدربات لازم هي تدربنا عليه الاول، قبل احنا ما ندرب الصالون او اي حاجه، تدربنا احنا وبعدين ندرب الصالون. تدربنا اونلاين، تدربكم بعدين انتوا بقى تدربوا كل اللي بيجي يشتري الخبرات او الصوان. هي يعني عندنا طبعا زي ما قلت لك ان المنتج الدكتور مش بتخرجه لاي حد، يعني تجار ان انت مثلا تلاقيه في السوق، لا، الخبرات والصالونات فقط. بس لكن بعد كده لا لا. عموما انا سعيده جدا بالمنتج ده. احنا سعداء يعني سعيده بالمنتج وبالمصداقيه اللي انتوا عاملينها، زائد خدمه ما بعد البيع اللي انتوا بتقدموها. حقيقي انا عايزه اقول للساده المشاهدين، مش اي حاجه نشتريها، مش اي حاجه نروح نجيبها، مش اي حاجه بيتعمل عنها دعايه اعلانات، لازم تجربي، لازم تهتمي بالحاجه اللي تنفع صحتك وصحه ولادك، تنفع صحه شعرك، حتى لو غاليه مش مشكله، بس انا اهم حاجه عندي صحتي. اهم حاجه عندي ان الحاجه دي ما تضرنيش. يا جماعه فعلا انا قريت عن الفورمالين والحاجات اللي كانت بتتحط في حاجات الفرد دي، مش ممكن، دي حاجات بتجيب سرطانات وحاجات بتجيب سرطان في الرئه والكلام ده كله. فحقيقي انا عشان بحب الساده المشاهدين، فانا نفسي بتمنى ان هم يدققوا قوي لما يجوا يعملوا يشتروا اي حاجه، يجيبوا اي حاجه للبشره، اي حاجه يجيبوها للولاد، برضو نعرف ونقرا النسب والمكونات. الشامبوهات يا جماعه بيبقى فيها سيليكون وبنسب عاليه، بيوقع الشعر، بيبهدل الدنيا. اي شامبو اجي اشتريه لازم ادقق فيه واشوفه فيه نسبه السيليكون فيه ايه، ونسبه مش عارفه فيه، يعني في حاجات كتير. طبعا دي عايزه حلقات كتير، ودكتور منى وقتها صغير لانها مسافره السعوديه، كنت بتمنى ان انا اعمل معاكي حلقات كتير تاني. في نصيب ان شاء الله. والله بس حقيقي انت ابدعتينا ربنا يخليك. حاجه اخيره بس نتكلم عنها، اتفضلي، ان الدكتور كمان عامله شعور طبيعي، انواع الشعور كلها في مجسمات زي كده.
تمام، بنبيعها برضو للناس اللي بتتدرب، الطلبه الجداد اللي هم لسه داخلين يتدربوا وياخدوا دورات مع الدكتور. بنبيعهم وبنشرح لهم عليهم. ده شعر طبيعي؟ ده شعر طبيعي فرسي افريقي. بنشرح بقى الشعر ده التعامل معاه ازاي وكده، الشعر الطبيعي التعامل معاه ازاي كده. عموما انا بشكرك جدا استاذه دكتور منى الصياد، مدربه علوم الشعر، وبشكر دكتور خلود الجريت خبير التجميل عالميه وصاحبه منتجات عالميه، وبشكركم قوي ان انتم يعني جيتوا مصر عشان نعرف المصريين ونعرف الساده المشاهدين الحاجات الجميله والمنتجات الحلوه قوي. وبشكركم على البوكيه الورد اللي انتم جايبينه للبرنامج. ده شكر. هديه من دكتور خلود. وانا متشكره جدا، متشكره جدا دكتور خلود، ميرسي جدا. دكتور خلود بتقول لنا كل سنه وانتم طيبين، بتقول للساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه السنه الجديده وجايب لنا ورد للقناه وليا وللساده المشاهدين عشان تقول لكم كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم جميعا يا رب. وان شاء الله استنوني يوم الاثنين الجاي ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم كلام عسل. هنتكلم فيه ان شاء الله هنقدم وجبه لمرضى السكر ونتكلم فيه للسكر وفي على مرض السكر. وفي النهايه بشكر دكتور منى، نورتيني ونورتي مصر، وبشكر دكتور خلود على المنتجات الجميله اللي مقدمها لنا، وان شاء الله تجي لنا مصر وتزورونا. وشكرا والى اللقاء.